اهلا ومرحبا بكم في العرض ديال الجهاوي النسخه 2024. الى عندك الجهاوي ديال السيزيام هذا العام او لا عندك باك حر علمي في هذا العام، هذا العرض غيعاونك بزاف انك تاخذ المواد ديال الجهاوي باربعه: الاجتماعيات والعربيه والفرنسيه والتربيه الاسلاميه. فيه تحضير كامل للدروس كامله ديال المواد باربعه الجهاوي في العام كامل. وبالمناسبه هذا العرض هذا راه محدود، باش تلتحق معنا فيه تواصل مع هذا الرقم على الواتساب. كاينه واحد المقوله قالها واحد العالم نسيت اسمه: الا عرفتي المصدر ديال الخوف ما غتبقاش خايف. وداكشي علاش كلنا كنخافوا من بوعو، حيت ما كنعرفوش بوعو شكون. كون عرفناه كنا غنتنمروا عليه. anyway، الموضوع ديال هاد الحلقه هادي هو علاش كنخافوا من الامتحان، وشنو اللعبات اللي نقدو نديرو باش نعتقو راسنا من هاد جهنم الخوف. هاد الخوف بعدا تيشد في الامتحانات الكبار بحال الوطني ولا الجهوي ولا الناس ديال باك حر ملي كيدوزو، فتيكون واحد شويه ديال الخوف اللي عباره على تصورات كتجيك باللي راه تقدر توقع شي حاجه ما هياش، وكتضيع بزاف ديال الوقت في انك كتفكر في شي حوايج وما غيوقعوش، وحتى الا وقعوا ما غاديش يكون عندهم واحد التاثير كبير. اوكي، منين جاي الخوف؟ الخوف جاي من واحد التركيبه معقده كاينه في الاعصاب ديالنا. هاد الخوف شي حاجه اللي مثيره، شي حاجه اللي كتملك واحد النسبه كبيره في الجسم ديالنا، في الدماغ ديالنا. هاد الخوف هو وهم، هو واحد الوهم اللي لاصق في الدماغ ديالنا تخلينا نشوفوا الواقع بنظره اللي ماشي صحيحه، اللي ما كايناش في الواقع. ومن آلاف السنين كانوا الناس كيخافوا من حاجة واحدة: الموت. علاش؟ حيتاش كيبغيو الحياة. ولكن ملي كنهضروا على الامتحان كاينين شي حوايج بغيت نقولهم لك في هذا الفيديو هذا باش ديرهم في الدماغ ويبقاو معك وما تحش بالخوف في ديك الوقيتة اللي كتكون قبل من الامتحان. اول حاجة، بدا المراجعة بكري، ما تخليش المراجعة حتى الاخر، ما تخليش المراجعة حتى الاخر 15 يوم او لاخر سيمانه او لاخر نهار زعما ولا يومين. فاللي دير هو انك تبدا شويه بكري باش كتحس براسك راك موجد شي حاجه لهذا الامتحان هذا، حتى نفسيا كترتاح باش كتحس براسك وجدتي المده هذه، ماشي عاد غادي تبدا والستريس وتتسول باش غتبدا. ديجا عندك واحد البلان دايره، ونقدر نجزم لك باللي هذا هو السبب الرئيسي اللي تخلي الناس تخاف. لان فاش كيشوف الانسان راسو بدا معطل، حتى نفسيا تتجيه واحد الكآبه، كتجيه علاش ما بديتش بكري. دونك اي واحد تيسمعني انا كنصحو يبدا دابا، من دابا. عندك تقريبا شحال؟ عندك 8 شهور. 8 شهور ماشي غير كافيه، 8 شهور تقدر تصاوب فيها لقاح ديال شي فيروس الا بقيتي تترشيرشي بزاف. فما بالك انك تستثمر هاد 8 شهور هادي كامله في الامتحانات وفي الوطنيات، وكل مره تاخد شي شويه من، يعني الا خدمتي كل نهار غير ساعه مثلا ولا نص ساعه، كتاخد كل نهار نص ساعه من هنا حتى لذاك النهار ديال الوطني، امبوسيبل يجيك ستريس، وغادي تمشي فاهم تقريبا كل شيء، كل شيء بكل ما تحمل الكلمه من معنى. هاي 5 دقائق في النهار، حيت الا حسبتيها من هنا لتما راه تعطيك بزاف ديال السوايع. فهذا هو الحل للناس اللي تيجيو من الخوف من الامتحانات، هذا هو الحل، ابدا بكري. اما انني نقول لك شي حاجه اخرى، صعيب نقول لك شي حاجه اخرى، لان الخوف تيجي من سبب واحد هو تاخر. بحال قلتي سالت الحياه، وهذه الفكره غالطه هي نوعا ما، ان تقدر حتى في الاخر تسلك، ولكن ديك النفسيه ديال ساله الحياه اللهم تحيدها من هذه اللعيبه هذه. صوب واحد الخطه، واحد البلان، خطط مزيان باش غتبدا، باش غتسالي، وكل حاجه شحال تخلي لها من الوقت في النهار، وخطط مزيان، حتى الخطه كتلعب دور في هذا الشيء هذا. ففوالا، هذا الشيء اللي بغيت نقول لك. وهاد المشكل ماشي الا كنت انت كتعاني منه، راه ماشي غير انت، يعني الا كان عندك تجارب سابقه كل شويه كل قبل يعني بشي شويه من الامتحان كيجيك الخوف، فبهاد الطريقه هادي ديال انك تبدا بكري هادي هي اللي غادي تنفع معاك باش ما عمرك تخاف من شي امتحان. بدا بكري
باش تسالي بكري وتوصل وصافي. يعني بقى لك دوك الايامات تقام مرتاح فيهم هي كتراجع شي شويه وصافي. اوكي، هادشي اللي بغيت نقول في هذا الموضوع ديال الخوف من الامتحانات. وشكرا على الاستماع، نتلاقى في الفيديو الجاي. باي باي.